مين قدام حضراتكم 10 دقايق اتفضل. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ احنا الميتا تيم، انا علي ومعانا يوسف وجون يارا وسلمى. هدي البرزنتيشن النهارده ليكو دكتور محمد البنا والمهندس سلمى. هنتكلم النهارده عن ايه هي الميتا فيرس، فوائدها، اضرارها، وقد ايه ممكن تاثر على حياتنا. وانا ان شاء الله هديكم تقديره بسيطه للموضوع. في الواقع يا جماعه هو ما بقاش في واقع، او عشان ما بقاش بفكر الموضوع فهو بيتلاشى خطوه خطوه، اختراع ورا اختراع. الحياه زي ما احنا عارفينها بتنتهي من اول اختراع مكالمات التليفون، وصول للسوشيال ميديا، للفي ار، للميتافيرس. كل دي كانت اختراعات ساهمت في ان الانسان يبعد عن واقع والحياه اللي بيعيشها كل يوم. في اختراعات كتير ظهرت في الافلام والمسلسلات قبل ما تظهر في الحقيقه، زي الهولوجرام في ستار وورز نيكست هوب، زي السيلف درايفنج كارز في اي روبوت، زي الفويس ترانسليتور في ستار تريك. كل دي ما كانت اختراعات ما كانش حد مصدق ان هي ممكن في يوم من الايام تبقى حقيقه. من اشهر المسلسلات اللي اتعرف عنها ان هي بتتنبأ بالمستقبل المسلسل البريطاني بلاك ميرور. حلقه من حلقات مسلسل بلاك ميرور بعنوان 15 مليون مينتس، البني ادم فعلا كان عايش في عالم افتراضي من غير بقى ولا نظاره ولا اي حاجه. انت بتصحى من النوم تلبس الاوقات بتاعك، تنزله الشغل، تنزله الجامعه، يخرج يتفسح، بتقبض من وانت فاضي. عايز تعمل اي حاجه، اجتماع، عيد ميلاد، ميتنج، الجامعه، الاوتارز بتاعت العالم ده كله في مكان واحد، وكل واحد فيكم في اوضته من غير ما حد ينزل من بيته. فهل ده ممكن يبقى في يوم من الايام الواقع بتاعنا؟ عملت اي مشكله بيتعمل لك بلوك ببساطه من العالم ده، ولا حد بيشوفك ولا حد بيتعامل معاك، وبتبقى نازل في الشارع ما ينفعش حتى تتكلم مع حد ولا تسلم عليه. فهل ده ممكن في يوم من الايام نوصل للموضوع ده من غير حتى ولا نظاره ولا اي حاجه؟ ده اسئله كتير منها اللي ظهر قدامكم دلوقتي اكيد جم في دماغكم، ان شاء الله زمايلي هيجاوبكم عليها في الاوتلاينز الجايه، وهيبتدي يوسف تامر يعرفنا ايه هي بالظبط الميتافيرس. شكرا. الميتافيرس هو الليفل الجديد بتاع الانترنت في المستقبل. والميتا هي كلمه اصليه لين معناها ما وراء، فالميتافيرس دي ما وراء الكون. الميتافيرس ده هيبقى هنقدر ان احنا نتعامل معاه ويحاكي العالم الحقيقي بتاعنا، ويقدر ان احنا نتعامل معاه وهيبقى 3D بدل الانترنت اللي هو 3D دلوقتي. والفيديو ده بيورينا مثلا حاجه من الحاجات اللي هو بيحاكي ازاي الحاجات دي. فدي حاجه اسمها كاميرا بروجكت، ودي بتعبر عن المشاعر بتاعتنا او الفيشل اكسبريشنز بطريقه الكاميرا بروجكت. في بدل ما احنا دلوقتي بنتعبر عننا بصور على الفيسبوك مثلا، في المستقبل هيتعبر عننا بافاتار وصور واشكال لينا نقدر نتعامل معاها. الشركه طبعا في ناس كده بتسال ليه الشركه من فيسبوك ميتافيرس غير اسمهم. بكل بساطه السي او بتاع ميتافيرس قال ان الاهداف بتاعت فيسبوك بقت اكبر بكتير من ان هم يسموا نفسهم فيسبوك، يسموا الشركه اسم فيسبوك، يسموا نفسهم ميتافيرس لان هم عليهم اهداف اكبر اوسع دلوقتي. بس عامل ميتافيرس احنا ممكن نتحرك من مكان لمكان تاني ولزمن مختلف، يعني مثلا انا ممكن ارجع لعصر الفراعنه بس اعمل ميتافيرس اشوف عايز انا كانت عامله ازاي. الميتافيرس بيستعمل نوعين من التكنولوجيا زي الصوره اللي قدامنا دي الاوجمنتد رياليتي. باستعمال التكنولوجيا ممكن نحط حاجه مش واقعيه في حياتنا، وبيستعمل الفيرتشوال رياليتي زي الشخص اللي قدامنا ده دلوقتي هو لابس نظاره وفي عالم تاني اصلا في واقع افتراضي مش في الحقيقه معانا. هو برضه في الاستوديو اللي فات في شركه ميتافيرس اتعاقدت مع ري بان عشان يعملوا نظارات استثمار، والعقد ده كلفه ملايين الدولارات. في اصلا نظاره اوجمنتد رياليتي دلوقتي اللي اسمها نظاره بلاسيس، ودي اول نظاره اوجمنتد رياليتي والحقيقه هي الوحيده دلوقتي اللي موجوده في العالم. وفي ادفانتجز كتير للميتافيرس وده اللي اتكلمنا عنه دلوقتي. شكرا يا يوسف. طيب يوسف، دلوقتي انا عايز اتكلم عن ايه الميتافيرس. انا اكلمكم عن المميزات، طبعا في مميزات كتير جدا بس انا هكلمكم عن ثلاث مميزات بالعموم. مميزات بالنسبه للتعليم، بالنسبه للترفيه، والتواصل بيننا وبين بعض. فبالنسبه للتعليم مثلا الاطفال في المدارس بدل ما هم بياخدوا كلام نظري بس فممكن يشوفوا الحاجات العمليه زي مثلا التجارب الكيميائيه والكواكب قدامهم فيفهموا حاجات اكتر بدل مجرد كلام قدامهم. بالنسبه لطلاب الكليات العمليه زيها كده بدل مشروع التخرج هيبقى مجرد رسومات او حسابات، بعد كده ممكن نعمل سيميليشن في الميتافيرس ونشوف ايه عيوبه وايه مميزاته وهل اصلا هو قابل للتنفيذ ولا لا. غير كده طبعا طلاب التاريخ ممكن يرجعوا نعمل سيميليشن للعصور التاريخيه والشخصيات التاريخيه زمان ونشوف هل هم كانوا عايشين ازاي، والحاجات طبعا تثبت في دماغنا احسن. من اهم المميزات الترفيه، فالترفيه مثلا بدل ما انت دلوقتي اخرك تلعب على لعب بلاي ستيشن او شاشه 2D، بعد كده الجيمنج هيبقى كانك انت تنزل الشارع، انت دي حياتك وهتاخد بوينتس وتعلى ليفلات، هو ده هيبقى الجيمنج. عايز تروح مثلا حدث مهم زي ماتش او حفله مش لازم تدفع فلوس او تسافر او تعمل مجهود، بعد كده
ممكن تتخيل لو انت قاعد في بيتك كانك قاعد في الايفنت نفسه وتشوف كل حاجه وتحس بكل التجربه. الملاهي بدل ما كانت لازم تروح الملاهي شخصيا وطبعا في مخاطر وممكن يحصل عطله او اي حاجه، بعد كده تبقى قاعد في بيتك حاسس بكل حاجه كانك انت جوه اللعبه نفسها. من اهم مميزات الميتافيرس هي التواصل بيننا وبين بعض. فطبعا بدل دلوقتي ما الاهالي والاصحاب بيتفرقوا كل واحد في بلد، ممكن نبقى كل واحد في بلد وكلنا قاعدين في نفس المكان بالميتافيرس نتكلم، وده طبعا هيحسن التواصل ما بيننا. السوشيال ميديا بدل ما انت بتقلب في شاشه طول دي دلوقتي فيسبوك او انستجرام، بعد كده هتنزل الشارع شايف النيوز فيد بتاعتك قدامك كل حاجه كانك انت السوشيال جوه السوشيال ميديا نفسها. برضه بالنسبه للشغل، لو كل مثلا شركه ليها كذا فرع في كذا دوله، بعد كده ممكن كل ممثل للدوله ممكن يقعد في ميتنج روم واحده في ميتنج تيبل واحده يناقش كل حاجه ويعملوا يوقعوا حتى لو عايزين ورق ويناقشوا اي حاجه هارد كوبي. دلوقتي طبعا انت بقى عن المميزات، يلا تكمل معانا ايه عيوب الميتافيرس. شكرا يا جو. الميتافيرس ليها عيوب كتيره جدا بس انا مش هتكلم معاكم عليها كلها، هتكلم معاكم على شويه منهم. من عيوب الميتافيرس انها تخلي الناس يبداوا يكونوا حياتهم الواقعيه وحياتهم الافتراضيه، فهيبقى هينشر حاله من عدم الرضا في الناس، والناس كلها تبقى حابه انها تبقى دايما عايشه في الواقع الافتراضي مش عايزه ترجع للعالم الحقيقي. وكمان اسر كتير هتتاثر بالموضوع لان الاسر هيبدا يحصل فيها تباعد اسري زي الصور اللي قدامنا كده. وبالاضافه لده الجيل الاصغر مننا هيطلع مهاراته الاجتماعيه، الجيل الاصغر مننا هيهتم بالميتافيرس بدل ما هيهتم بالميتافيرس بدل ما يستغل وقتهم في حاجه افيد زي الرياضه مثلا او انهم يلعبوا لعبه تنمي مهاراتهم، مهارات دماغهم او مهارات الذكاء. فبالنتيجه كل ده هيطلع جيل مهاراته الاجتماعيه قليله جدا ومش بعيد توصل للانعدام. بالاضافه لكل ده كمان نظارات الفي ار اللي هنلبسها عشان نخش الواقع الافتراضي بتسبب امراض صحيه كتيره جدا منها الارتباك والدوخه وفقدان الوعي ومشاكل في العين. وكمان الميتافيرس هتخلي ناس كتيره جدا جدا مدمناها ومش عارفه تخرج من العالم ده، ممكن توصل لمرض زي السوشيال ميديا كده بس على اكبر شويه. الجراف اللي قدامكم ده بيوضح كلامي. السوشيال ميديا في 2017 كان مدمنها 210 مليون بس وصلنا 2021 بقى 133 مليون، متخيلين الميتافيرس ممكن توصلنا لايه؟ بالاضافه لكل ده بقى الشركه المؤسسه الميتافيرس هتبقى معاها كل المعلومات الخاصه بينا وحياتنا الشخصيه، فده هيساعدها انها تتحكم فينا وفي قراراتنا زي ما بيحصل دلوقتي مع السوشيال ميديا. انت لو عملت سيرش على جوجل على اي حاجه او قعدت تتكلم مع اصحابك على اي حاجه، لو دخلت فيسبوك انستجرام او اي ابلكيشن تبعهم بتلاقي اعلانات قد كده عن اللي انت عملت معاه اللي انت عملت عنه السيرش ده. فده مع الميتافيرس هيبقى اكبر بكتير جدا عشان هيبقى معاهم معلومات اكتر عشان يدخلونا الواقع الافتراضي. السؤال هنا بقى ممكن نوصل لوقت ما نكونش عارفين نميز اذا كنا فعلا في الواقع الافتراضي ولا في الواقع الحقيقي. بعد ما كلمناكم عن المميزات والعيوب هنسيبكم مع سامة تكلمكم عن الحياه مع الميتافيرس. شكرا يا نور. دلوقتي زي ما زمان بيكلموكوا عن ايه هي اصلا الميتافيرس وايه هي اضرارها وايه هي عيوبها، انا حابه اكلمكم او اديكم تصور بسيط عن الحياه بعد الميتافيرس هتبقى عامله ازاي. انا والتيم بتاعي متخيلين ان ممكن بعد 20 سنه المدارس ما تبقاش موجوده بشكل كبير جدا، شغلانات كتير جدا هتختفي او على الاقل مش هتبقى موجوده بالشكل اللي متعارف عليه دلوقتي، وطبعا ناس كتير جدا هتبقى شغاله اونلاين بالكامل. الميتافيرس زيها زي اي حاجه بتأثيرها علينا بيعتمد على طريقه استخدامنا احنا ليها. فبالتالي انا عشان اوضح لكم كلامي ممكن اديكم مثال بسيط. احنا لو عندنا طالبين في الثانويه العامه اتخرجوا بجي بي اي كويس اهلهم ان هم يقدروا يدخلوا كليه الطب، بعدين ظهرت الميتافيرس، الطالب الاول استخدم الميتافيرس ان هو تساعده في دراسته وتساعده يتدرب، لان اصلا الميتافيرس سكت عنها ان هي بتساعد في الفيزيكال ريهابيتيشن وفي السيرجيكال تريننج وفي البين مانجمنت، وسكت برضو عنها ان هي بتعالج الفوبيا بنسب كبيره جدا. فبالتالي الطالب ده اتخرج بجي بي اي عالي وقدر ان هو يبقى دكتور ناجح. اما بالنسبه للطالب الثاني فهو استخدم الميتافيرس بطريقه الغلط عن طريق ان هو ضيع وقته فيها وانخرط في العالم الافتراضي وما ابتدى يفوت محاضراته وما يذاكرش او ما يركزش على مذاكرته، وبالتالي ده ضيع له وقته واتخرج بجي بي اي طبعا مش كويس وما بقاش شخص ناجح في النهايه. في النهايه انا مش جايه اقول لكم الميتافيرس حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، الميتافيرس مش حاجه اصلا ممكن تحصل، الميتافيرس اوريدي ابتدت تتنفذ، وزي ما كانت زمان الانترنت حاجه خياليه الناس مش مصدقه ان هي ممكن تتنفذ، ودلوقتي بقينا بنعتمد عليها بشكل كبير جدا في الشغل والمذاكره. فالميتافيرس هو فصل جديد في حكايه الانترنت، ده كلام مارك مش كلامنا احنا. فاحنا كتير
نصيحتنا ليكم ان انتوا ما تركزوش او ما تعيشوش في خوف وانكار للواقع، بالعكس احنا نركز في الفرص اللي هيقدمها لنا العالم الجديد ده وازاي نقدر نستغلها. وده رأينا احنا كتير. في اي اسئله؟